دكتور نجم عبد الكريم. يا مرحبا. حياك الله، ما نفرنا مجوينك. والله أحمد الله وأشكره وشكرا. يعني أنت في السنة الماضية جعلت لنا يعني مجموعة من الأحباء والأصدقاء وتواصلنا معهم كثيرا، حتى غزلان يعني ما أنت أصبحت لك شعبية. أنا سعيد جدا بتواجدك معنا للمرة الثانية في برنامج وينك، وسعيد أيضا بتواجد السيدة غزلان عمور أم الجميلات، والدة أميرة وهبة. هبة، عمو يسألك كيف حالك يا هبة؟ الحمد لله بابا. وينك؟ طب اسأل هبة إيش تقول قبل ما تأكل؟ إيش تقولين قبل ما تأكلين يا هبة؟ إيش تقولين بابا؟ يمكن نسيت اليوم. أميرة. أميرة. أميرة الجميلة. كيف حالك يا أميرة؟ الحمد لله. هي تحب ثلاثة. مين تحبين أميرة؟ ماما وبابا. ومين كمان؟ وجدتي وأختي هبة. الإيش؟ وأختي هبة. والمدرسة؟ ومدرسة. طيب أنت أختك هبة بس تبوسي، ما تبوسيها، ما تحضنيها، ما تقولين أحبها؟ وهذا أختي هبة. الله. طيب هبة، عمو سألك إيش تقولين قبل ما تأكلين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خلصتي الأكل إيش تقولين؟ الحمد لله. الحمد لله. وبعدين إيش تقولي ساعة؟ إيش تقولي؟ يا إيش؟ لما تدعين ربك ايش تقولي؟ يا الله. يا الله، ما ترفعين ايدك؟ يا الله. الله. الله يخليها منك يا رب. ان شاء الله الله يبارك فيك. واحنا نبدا الحوار معك هالمره، وايضا راح تشاركنا ام اميره. هي موجودة هنا للمشاركة لأن هي شركة حياتي. جميل. مش حتشاركني في برنامج وينك؟ لا، بس أخذت الأضواء منك الجزء الأول. هالدقيقتين اللي طلعت فيهم أخذت الأضواء مني، وكل الكلام اللي قلته والبكاء والعويل هي أخذت مني الأضواء. يمكن أنت متأثر بالتعليقات اللي جت على البرنامج في اليوتيوب. قرأتها؟ معظمها الحمد لله كانت إيجابية. لا، تعليقات جميلة. مرحبا بك أخي محمد، مرحبا برنامجك وينك، ومرحبا بالسادة المشاهدين. في المرة اللي فاتت ما كنت خجلانة لأنني أول مرة كان انظهر على شاشة التلفزيون. خلي ماما تتكلم بابا. طيب خلاص نخليهم يروحون ونكمل حوارنا. وين جدتهم؟ جدتهم تروحون مع عزيزة؟ يلا أوكي بابا عشان ماما تتكلم. يلا، فين عزيزة؟ تعالي يا عزيزة، هذه جدتكم. يلا ما شاء الله عليكم. يا مرحبا. السلام. عليكم السلام. مرحبا عليكم السلام. يلا يلا، مع السلامة. باي. باي باي. تعالي يا غزولة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي محمد، مرحبا برنامجك وينك، مرحبا بالمستمعين المشاهدين. في المرة اللي فاتت للأسف كنت كثير مرتبكة وما قدرتش نعبر ونتحدث عن علاقتي بحبيبي وزوجي دكتور نجم عبد الكريم، ولكن هذه المرة نحاول. اللي يعيش مع الدكتور نجم عبد الكريم لازم يتعلم تواضع ومحبة الإنسان وعدم التفرقة بينهم، وحب وعشق للعروبة. لهذا تجده كل يوم يقضي كل ساعاته في الكتابة والقراءة. وش يقرأ لك من الكتابات أو القراءات اللي يقرأها؟ والله يقرأ لي كتبه، كتب كثير يعني، كتب يعني أغلبية مقالاته اللي في الجريدة اللي بكتبهم أسبوعيا لازم يقرأ لي. أنا أول وحدة هي لازم أنا، وتبدي آراءها أحيانا وأنا لا أخذ بها يعني بالطبع. فهمي المتواضع يعني. لا جميل، السنة هذه أفضل من السنة اللي راحت ما شاء الله يعني. لا، لأنه كثيرين من الناس مرتبكة. هي قرأت التعليقات التي جاءت في اليوتيوب والتعليقات كثيرة كانت، بعضها للأسف الشديد أخوة شوية الضمير عندهم كان في غيبوبة فدخلوا إلى متاهات غير إنسانية. واحد مثلا يقول عني وعن زوجتي الحسناء والوحش، يعني عيب، يعني رجل متزوج وأطفاله معه وفي بيته ما بيعرفك، بس يعرفوا القشريات منك، ما يعرفوا داخلك وما يعرفوا. طيب يمكن موضوع الوسامة يمكن له دور في هذا الكلام،
انا وجه السؤال يعني والله شوفوا انا حلو أنا, انا شوفوا يعني انه حلو زوين وعينه العيون اللي عنده انا تمنيت يكونوا عندي خضر شكله حلو انا بشوفه احلى رجل في العالم لا اليوم الموضوع اخذ شكل اخر يعني رغم ان انا يعني كنت ناوي لك نيه اخرى غير الحديث العائلي الاجتماعي لا في موضوع الوسامه دكتور لا. لك تعليق حول الموضوع لك فلسفة لا هي القضية مش قضية وسامة أو بشاعة يعني أنا ماني فرانكشتاين ولكن كأنك تفترض عندما تتكلم عن الوسامة أنك جالس أمام فرانكشتاين لا أنت وسيم أنا أشوفك وسيم يعني أنا ما أفترض شيء لماذا هذا الافتراض ولكن مع ذلك أنا أجيبك على شبابه كان حلو والحين حتى الحين حلو أهم شيء هي رأيها مهم في هالموضوع يا سيدي أهم شيء أنا رأيي أجمل واحد في العالم الحين الناس كلهم يكذبون وحق الله العظيم ربما أنت اللي يخليك الوسامة أنك ترى أنه هناك فارق في السن بيني وبين زوجتي لا حجي على موضوع الفارق في السن والسؤال لها بعدين طب لكن طب اسألها الآن وأنا أتكلم عن الوسامة فلسفة موضوع الوسامة الوسامة يا سيدي أنا أقول لك هي مسألة نسبية قد ما تراه إنسانا بشعا هو في رأي الناس ملاكا وقد من تراه ملاكا هو شيطانا ولكن مع ذلك أنا سئلت يوما في أحد البرامج لماذا الناس تتخذ منك موقفا سلبيا أنا أقول لك ببساطة في كثير من الناس عندما يراني للوهلة الأولى جسم كبير ووجه كبير مفلطح وفيه حفر وبالتالي شعر كبير وصوت جهوري ولغة عربية فصحى وبالتالي يعني يقول لك هذا ايش يعني ما يستطيع ان ادخل الى قلبه الى ان يكتشف فيما بعد ان هذا الذي امامه او هذه الكتله البشريه التي امامه هي طفل وبالتالي يتعرف على هذا الطفل ثم يغير رايه هذه المساله مساله نسبيه ومع ذلك اعود مره اخرى انا الحمد لله رجل فوق السبعين ولكن اتمتع يعني جاذبية لا مش جاذبية عادي وليس سوء يعني ماني بشكل عادي وليس مهكع أو إنسان يعني وصلت إلى درجة إنه الواحد يسألني أنت مش وسيم يعني أنا حكاية الوسامة هذه محمد اليوم نبي نسمع رأي اسمعي قولي رأي رأيك والله أنا بالنسبة لي بشوفه أحلى رجل في العالم وبالنسبة لي أنا مش كل شيء هو الوسامة يعني مش كل شيء الرجل بالنسبة لي المرأة أوكي لكن الرجل يكون وسيم لكن مش يعني واو مهمني أخلاقه احترامه تعامله معي كيف يتعامل أنا بشوفه في يعني في حياتنا اليومية كيف يتعامل مع المرأة الكبيرة مع المرأة الصغيرة بيحترم بيحب الجمال بيحترم الجمال ولذلك تزوجتها فارق السن أم أميرة ما شكا لك يعني والله أنا بالنسبة لي بحي يعني عايشة معاه وأحس معاه إنه يعني عنده 20 والله العظيم أنا أحس معاه إنه يعني ما بحسسني بفارق السن أنا بالعكس ما أحب الرجل إنه يكون بحب الرجل يكون عنده قاعدة عنده تجربة عنده تجربة حياتية يحكي لي عنده يعني ماضي ثقيلة ما أحب الشباب أنت في برنامج وينك تجيب ناس وزوجاتهم ولا أنا أول واحد لا سبق طلع معي لا اكتشفنا يعني يمكن نكون إحنا حقل تجارب يعني طيب الآن إحنا تحدثنا في البداية عن جينا لوينك ندخل في وينك أنا أستأذن منكم ومرحبا بك مرة ثانية شكراً مرحبا بك أخي محمد طيب ما تجلس للحوارات السياسية لا ما أنت فيك الكفاية ما شاء الله على السلامة نرجع إلى وينك ويني المرة السابقة كنت قد حلقت في برزخ الخيال سقراط وفلاطون وأرسطو وجانجا كروسو وطه حسين وغيرهم أو غيرهم المرة هذه أنا لا أريد أن أحلق في الخيال والرومانسية أو في برزخ اختزال الزمن ولكنني أعيش في الأرض يعني ذهبت الآن أم الأولاد والأطفال والآن نتكلم عما أستشعره في وينك التي تريد مني الإجابة عليها أنا في الأرض في وطني العربي أتعايش مع ما يجري من اليمن إلى موريتانيا هذا الوطن العربي وما يعانيه في سوريا في ليبيا
في العراق، في لبنان، في أماكن متعددة. هذا المواطن، أنا لا أريد أن أتحدث عن الجانب الرسمي، أتكلم عن المواطن العربي، هذا المواطن المستلب. واسمح لي هنا أخ محمد أن أقتبس أبيات من الشعر لنزار قباني رحمه الله يخاطب هذا المواطن أو يخاطب المواطنين، فيقول: مواطنون دون ما وطن، مطاردون كالعصافير على خرائط الزمن، مسافرون دون أوراق وموتى دون ما كفن. نحن ما أعرف نسيتها، وكل يبيعنا ويقبض الثمن، نركض كالكلاب كل ليلة من عدن لطنجة من طنجة إلى عدن، نبحث عن قبيلة تقبلنا، نبحث عن عائلة تعيلنا، نبحث عن ستارة تسترنا وعن سكن، وحولنا أولادنا أحدود بالظهورهم وشاخوا، وهم يفتشون في المعاجم القديمة عن جنة نظيرة نظيرة، عن كذبة كبيرة تدعى الوطن. أنا أعيش، هي قصيدة طويلة، هذا المواطن تعبر عنه هذه القصيدة الطويلة، لأن المواطن العربي من هو؟ أين يعيش؟ كيف يعيش؟ ما هي حياته؟ ما هي؟ فنحن نكاد نكون من أكثر الناس فوق هذا الكوكب الأرضي معاناة، وهو الإنسان العربي. واسمح لي أخ محمد قبل أن تقفز على سؤال آخر، في الآونة الأخيرة صدر قرار من الولايات المتحدة الأمريكية على المستويات العليا بجعل القدس عاصمة لأمريكا، وأول من احتج المملكة العربية السعودية في بيان شهير، واحتجت بقية الدول الأخرى. أنا لا أريد الذهاب مع ما يجري، لكن تلفت انتباهي وأتعايش مع عهد التميمي، البنوتة الجميلة التي تدافع عن أمها وعن أبيها، وأرى الناس ماذا يفعلون بهم الآن، كيف يأخذون الأطفال، فأتذكر قصيدة أو بيت من قصيدة لمحمود درويش إذا سمحت لي. تفضل. محمود درويش ألقى هذه القصيدة وقال عنها مناحم بيجن حينها كان رئيسا للوزراء، قال: هذه القصيدة أقوى من المدافع والطائرات والصواريخ، اسمها عابرون في كلام عابر. ماذا يقول فيها محمود درويش؟ وأقولها بهذه المناسبة، يقول، يخاطب الصهاينة: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة وانصرفوا، ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من ذكريات الذاكرة، أيها المارون بين الكلمات العابرة. هذا ما أبي أبكي، يعني هذا الوضع اللي أنا أعيشه حاليا على وطن العربي، هذا وضعي. تقول لي وينك؟ يعني صحيح ضحكنا وكذا، لكن في داخلي في مأساة لهذا الإنسان العربي الذي أنتمي إليه، ولهذا الوطن الذي أنتمي إليه. ولكن مع ذلك، وإن كانت الدموع تترقرق في عيني، إنما هناك بشرى، هناك إشراقة أمل، هناك أصوات جديدة ظهرت في المنطقة، هناك حراك بعد هذه السنوات العجاف مما عانيناه. هذه البشرى وهذا الحراك قال للفساد: قف مكانك، وأخذ يحاسب الفساد والمفسدين. قال للمرأة: من حقك أن تأخذين أكثر مما أنت عليه، لقد ظلمت. هذا البشرى. قال للتزمت باسم الدين: ليس هكذا يحكم الإنسان، الدين كله بساطة وكله محبة، ودين الإسلام كله سماحة. هذه التي تجري في المنطقة الآن
أتمنى على الله أن تسري عدواها في العالم العربي كله. تعبنا يا محمد، تعب الإنسان العربي، تعب من الهزائم، تعب من الإخفاقات، تعب من الإحباطات. أتمنى على الله هذا الحراك الذي يجري للنهوض بالإنسان العربي لمحاربة الفساد وأعطاء المرأة حقها وتزمت أن يتراجع قليلا ونعيش حياة كريمة. يعني هذا ما عندي، إذا قلت لي وينك، والآن أنتظر أسئلتك. جميل جدا دكتور نجم، ومشاعرك يعني مشاعر كل عربي أعتقد يعيش هذا الهم. وحديثنا اليوم سيكون جزء منه يعني الحالة العربية، سواء كان في الفن والموسيقى، يعني في تجربتكم لاحقا في وكذلك في الأدب. أعود معك تسمح لي للستينات الميلادية، حيث نجم عبد الكريم الطالب في مصر، في مصر الجميلة. يمكن في الجزء الأول ما تطرقنا لكثير من الأحداث، أريد اليوم يعني أن نتطرق. ذكرياتي في مصر كثيرة جدا، وتحدثنا بجزء قليل عند لقاءاتي مع الأدباء والفنانين، وكيف تأثرت أنا في القاهرة، وكيف تعلمت، وكيف درست، وكيف وكيف وكيف. لا أريد أن أعيد ما قلناه في السنة الماضية، ولكن أرجع إلى المأساة الداخلية التي أشرنا إليها فيما يجري في وطن العربي. ذكرياتي مع مصر كثيرة ولا أستطيع أن أحدها، يعني أطلع من أم كلثوم، أروح للشيخ الباقوري، جاري عبد الحليم حافظ، كل بالأسبوع مرتين مسرح، ندوات أدبية، مقهى ريش ونجيب محفوظ والأدباء. يعني هذا كله في الستينات، بداية في الستينات، من الستين إلى السبعين. ولكني كنت بين الفينة والأخرى أنتهز الفرصة وأذهب إلى الكويت أو أذهب إلى الإمارات. يعني الإمارات في أبوظبي سنة 1970 للمرة الأولى تخرج مسرحية لمدة 3 أيام إخراجا وتأليفا. جو قالوا لي الشيخ زايد يبي يحضر عمل بمناسبة وجود 6 أغسطس، هو ذكرى توليه. فجاء عبد الله النويس وكيل الوزارة وأحمد بن حامد كان وزير الإعلام، سووا لنا مسرحية. يا جماعة كيف أسوي لكم مسرحية؟ كيفك؟ عندهم مذيعة كان اسمها فاطمة شويطر، ومحمد الجناحي ممثل، وفرقة اسمها العقرقة، جمعتهم وعملنا مسرحية فارس كوميدي. إنه محمد الجناحي ذهب يدرس إلى أوروبا وعاد بزوجته الأجنبية التي تصطدم تقاليدها وعاداتها مع أمه اللي هي فرقة العقرقة، ولمدة 1.5 ساعة مكثت 3 أيام لم أرتاح إلى أن أتممت. وهذه أول مسرحية تقدم في أبوظبي وحضرها الشيخ زايد. فأقول لك يعني من الأشياء الجميلة. وأرجع نرجع لمصر الجميلة. أم كلثوم وعبد الحليم حافظ الله يرحمهم، في مواقف لك معهم؟ في مواقف كثيرة يعني، لكن يعني أنت مثلاً كويتي، شاب كويتي في مصر في هذه السن وهذه المرحلة، يلتقي يعني عمالقة الفن العربي وليس المصري. هو بحكم كوني كنت مندوبا للإذاعة والتلفزيون، كنت أغطي الأخبار من خلال اجتماعات جامعة الدول العربية، ولكن أنا بطبيعتي ولأنني أريد أن أحتك بهذا العالم كنت أخترع برامج. عالم الفن، ألتقي بالفنانين، أديب الأسبوع، ألتقي بالأدباء. وبالنسبة لما أرسلها للإذاعة للكويت أو لأبوظبي، بالنسبة لهم هذه برامج تعتبر جيدة، فأنا مستفيد وهم مستفيدين. فكنت ما بين طالب وما بين التقاءات، فهذه اللقاءات بكثرة. يعني مثلا لما أرسل الله يرحمه الشيخ جابر العلي وزير الإعلام كلمات لأحمد العدواني رحمه الله، يا دارنا يا دار، التي اشتهرت تعتبر، أنه أراد أم كلثوم تغنيها. فلما أعطيتها الكلمات فقالت يعني يا درنا يا در، أنا ما أعرفش الحكاية دي، يعني أنا عايز أجيب شاعر مصري ويلحن الصنباطي، ويعني ده كلام. كانت تبغى الشناوي؟ عايز كامل الشناوي، أخو مأمون الشناوي، لأن هذا شاعر معروف يعني صاحب لا تكذبي إني رأيتكما مع فدعي البكاء، هذا لها قصة طبعا مع نجاة الصغيرة ما لا نريد أن نعرج عليها. المهم فلما جيت وأعطيت خبر للمسؤولين أن هي عندها وجهة نظر في القصيدة وتريد، فسألوني كم هي تأخذ بالحفلة، فأنا أعرف أنها، قلت لهم 1000 جنيه، قالوا عطها 3000 جنيه على الأغنية فقط. ها؟ على الأغنية لكي تغني. ايه؟ طبعا لما جيت قلت لها يعني معالي الوزير رحمه الله أمر لك أنه
يكون المبلغ بدل 1000 جنيه 3000 جنيه. 3000 جنيه في الستينات هذه ثروة كبيرة. فأم كلثوم يعني قبلت وقالت بس نغير في الكلمات، بس يا دارنا يا دار يا كعبة الأحرار، ليش حكاية كعبة دي غير غير. وبالفعل جاء الصنباطي ولحنها وأصبحت يا دارنا يا دار من الأغنيات الجميلة. وكذلك عبد الوهاب أيضا لما رحت له الكويت البلد العربي بلدي داري وأبي ووالدي، هذه كتب كلماتها كامل الشناوي. وهكذا كانت الصلة هم، وكان رئيس قسم الموسيقى الله يمسيه بالخير إذا كان موجود محمد صوان حلقة الاتصال في دفع المبالغ، لأنه مسؤول في الإذاعة ويذهب، وكنت أنا باعتباري مسؤول مندوب الإذاعة وأعرف هؤلاء يعني من هنا. أما عبد الحليم فالحديث عنه بلا حرج. في مواقف بينك وبين عبد الحليم نبغى نعرف أحد هذه المواقف. عبد الحليم مواقف كثيرة، بس أقول لك عبد الحليم حافظ أنا كنت جارة وألعب معه طاولة ونلتقي كثير. مرة من المرات يعني تأخرت عنده في الليل وصارت الساعة 2:30 وجئت إلى البيت وكانت أم أمجد مساها الله بالخير يعني في حالة زعل. قلت لها كنت عند عبد الحليم وأنا اتفقت معها قلت لها اتصل فيها هي طبعا لما تاخذ امجد ويروحون في بيت عبد الحليم حافظ وهو رجل يعتبرني واحد من عيله، لانه كان يجينا الكويت ويقعد بالسبع ثمان شهور ويا هلي يا هلي والاغاني الاخرى، فبيني وبينه صله وطيده يعني. فقلت له انا تاخرت فيا ريتك انت تكلمها تقول لها انا اخرت عشان. قال لي فدخلت وانا هو ماسك السماعه قالت انا اكد منك يا كذا ورحت. قلت لها مين هذا اللي تشتمي؟ قالت عبد الحليم ليش متاخر عنده؟ يعني ثاني يوم لما شفته قال لي ايه ده انت عارف ايه اللي حصل؟ لما قلت له اللي حصل قال طلقها وانا جوزك سته يعني قضايا من هذا القبيل. لو اريد ان احدثك عن هذه الاشياء في مصر الحديث ذو شجون ولا ينتهي، ولكن دعنا نعود الى وينك يعني نعود الى وينك بعد الفاصل. تفضل. دكتور نجم، في مصر بدأ عندك الاهتمام وحب التمثيل. نعم. وبدأت تقدم أدوار في السينما المصرية. نعم. نبغى نعرف بداية. طيب بس قبل لا أسترسل في هذا الموضوع، أنت ما عطشت؟ عطشنا و... اليوم السنة الماضية حطت لك شاي مغربي، هو صيني بيقولوا مغربي. المرة هذه حد ضيفنا إيش ما ندري. غزلان. شكراً. شايف تغير الفستان؟ تغير الفستان. انت قلتها قبل شوي. عارف مرتي وعارفها. قدمت دكتور العمل عمل صعيدي، اول عمل لك. اي هذه مسلسل صبحه. اي قصه هذا العمل و وليش دور صعيدي يعني؟ يعني شكلي مثل ما قلت الوسامه. ايضا ممتلئ وجه كذا، فقال ارادوا يعطوني دور، فقال لك شيخ غفر صعيدي. ايه. الباشا بتاعي مين؟ محمود المليجي. والباشا يمشي وانا شايل البندقيه والضربوش وشنبات وامشي وراه، فقعد في مكتبه وانا عند الباب حارس. ايه. ندهلي يا مكاوي يا واد يا مكاوي، فانا جيت له في منتهى الادب ايوه يا سعاده البيه الحاج عبد الوارث عصر مدرس القاء، هو قاعد من الناس اللي متلون. قال له استوب يا ابني. ايه يا ابني؟ انده له يا سي محمود مكاوي. ايوه يا سعاده البي. قال له ايوه يا سعاده البي يا ابني، ده انت مش باشا، انت مش بيه، انت فلاح. لما يقول لك يا مكاوي يقول له ايه يا سعاده البي، طلع اللوز يا حبيبي. فهذه اول لقطه كانت، اول لقطه كانت طبعا لما ندهل مكاوي ايه سعاده البيع، يعني هكذا يريدون الكاركتر ان يكون. هذا مسلسل اسمه صبحه وكان في 63 62 ابيض واسود، اشترك فيه نور الشريف و كثير من الفنانين. كانت فيه الفنانه بوسي. مين بوسي؟ طفله صغيره وانا اشيلها، دوري ان انا اشيلها لانها بنت الباشا.
يعني أنا شيل بوسي كان عمرها 6-7 سنين اللي تزوجها فيما بعد نور الشريف. ذكرتها لما جاتنا إلى لندن، أول تبي كنت تشيني وأنا صغيرة. أقول طيب لك مصر ذكريات عجيبة. ردة فعل الكويتيين عليك بعد هذا العمل أو هذا مو هذا، لا ردة فعل الكويتيين في فيلم حبي في القاهرة. اقتضت الضرورة حبي في القاهرة فيلم أنه يكون الأبطال من البلاد العربية. تقدمنا للمسؤولين أنه تعالوا يا جماعة إيش معنى أنتم الفنانات لما يجون عندكم، يعني صباح أصبحت نجمة شهيرة، وردة الجزائرية نجمة شهيرة، ونور الهدى نجمة شهيرة، والنجوم اللي يجونكم النساء تعطونهم أهمية والرجال ما في. فكان واحد اسمه كنعان وصفي عراقي يغني أوبرا، واحد اسمه فهيم السعدي من فلسطين، وأحمد قاسم المطرب العدني من عدن، وأنا من الكويت، وواحد آخر أظني من سوريا. فتجمعنا وقالوا اعملوا لهم فيلم، فعملوا لنا فيلم حبي في القاهرة. ايش فكرة في حبي في القاهرة؟ ندرس موسيقى وجالسين في شقة، معانا الروميت عبد المنعم إبراهيم، وجارتنا بنتين أخوات زيز البدراوي وسهام فتحي، البطل الجميل اللي صوته حلو اللي هو يغني عيباه، وصدفة التقينا على الساحل وما في حد، أحمد قاسم يحب زيز البدراوي وأنا أحب أختها سهام فتحي. فهو يفشل في حبه وينجح في الدراسة والطرب، وأنا أفشل في دراستي وأنجح في حبي، فاقتضت الضرورة أنه يكون في مشاهد قبل. فلما جت الفيلم إلى الكويت الرقيب شال القبل، فليش يا جماعة؟ معقول كويتي قاعد يبوس في فيلم؟ طيب لو واحد غير كويتي، قال لي غير كويتي ما عندنا مشكلة. الرقابة كان في قبل يعني قبلت ضرورة اقتضت، يعني أنا فاشل في دراستي ناجح في حبي، هل يحب ما يبوس؟ ما كان شوي صعبة عليك في البداية؟ كانت صعبة عليك القبل ولا يعني ما ناقشت فيها؟ طوف السؤال هذا. طيب العمل أبو أمجد فشل، اي رقم قياسي، ضرب رقم قياسي في الفشل، لان اقول لك النجوم ما في نجوم مصريين بارعين، يعني اولا زيزي البدراوي وهي بكاءة يعني مسكينة، يعني اتخذ منها موقف سلبي منذ ان ظهرت في فيلمها الاول وهي تكره عبد الحليم حافظ، فالناس اتخذوا منها فاصبحت بكاءة رحمة الله عليه. والثانية زوزو ماضي اللي هي امها، وابوها محمود المليجي، وصديقنا احنا اللي عايش معانا في الشقة عبد المنعم إبراهيم، والمدرس اللي يدرسني توفيق الدقن يدرسنا موسيقى، حتى إذا تقدرت تطلع مشهد وأنا أغني أوبرا في الفيلم يعني على اعتبار ندرس موسيقى. فيمكن يكون نجح في عدن أو نجح في مناطقنا اللي يفخرون لما يرون أحد أبنائهم في فيلم، لكن على صعيد عربي مين دول؟ يعني لما تعرضه في القاهرة، إيه حبي في القاهرة ده؟ يعني مين نجمة عبد الكريم ومين أحمد قاسم ومين؟ فشل ذريع يعني. أنت ما كملت تمثيل يمكن بعدها؟ لا ساعتها التفت إلى الدراسة، لأني أنا أيضا الجانب الانتهازي الثقافي إلى جانب معهد السينما، دخلت كلية الأداب قسم فلسفة، فأردت أن أوافق بين الدراستين. يعني كنت في سنة رابعة أعمل مشروعي، عملت مشروع فيلم أنا أخرجته اسمه النداهة، قصة يوسف إدريس رحمه الله، وعملت مشروع تخرجي مثله لنور الشريف ومديحة حمدي وحمدي أحمد الله يرحمه وعايدة عبد العزيز، هذا مشروع تخرجي للفيلم النداهة، وكنت متفرغ للدراسة يعني والعمل والإذاعة والتلفزيون. فتمثيل ما استحوذ علي، لأني أحبط من هذا الفيلم، كنت متصور إنه هذا الفيلم سيكون انطلاقتي وبالتالي أعيش في القاهرة وأكون زميل رشدي أباظة وأحمد رمزي وعمر الشريف، ما حصل، لقيت نفسي يعني أقصى زمالة عبد المنعم إبراهيم. بس ارتبط بصداقة جميلة وجميلة جدا مع محمود المليجي، من أجمل الشخصيات التي ممكن يتعرف عليه الإنسان، هذا اللي يمثل دور شرير. وبالمناسبة أتذكر مرة كنا ماشيين معاه، أنا رايحين لمكتبة، مكتبة جنب مكتب فريد شوقي، وإحنا ماشيين مكتب فريد شوقي مفتوح الباب والبواب واقف الحارس بتاعه، وفريد أيوة يصرخ في التليفون، لا 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 مش كده، فريد شوقي صارخ، فمحمود يسأل البواب له هو فريد بزعق ليه؟ قال له اصله بيكلم اسكندريه، قال له الله، طب ما كلمها بالتليفون.
تظل المصريين لا عليها لا يعلى عليها. لديك صداقة مع عادل إمام ويطلق عليك اسم دائما. اي دائما هو سميني مش نجم عبد الكريم ندل عبد الكريم. لا وبعدها لا مؤاخذة يا نجم لا مؤاخذة. الله يمسيه بالخير. هذا عادل إمام مش مشكلته. انا لما سافرت من القاهرة كانت المربية التي تربي أمجد لنا ودينا بناتي راحت عنده. فلما راحت عنده تربي له أولاده رامي وغيره. فكل شوية كان الأستاذ نجم عمل الأستاذ نجم الأستاذ نجم كان بيعمل كده. الأستاذ قال لها بقول لك إيه ملعون أبوك على أبو الأستاذ نجم. واتصل فيني عمل إيه حكايتك يا سيد نادل عبد الكريم. يا أخي قول لي بالله عليك هنتقابل امتى؟ شو باشا رغم ان انا ما اعرفش اتكلم الا بطني مليانه لكن ممكن اقول لك حاجه باختصار. اول ما نزلت انت لبست الشفته بتاعتك وبصيت من البلكونه لقيت سميره نازله رحت نازل وراها كلمتها كلمتني وبعد كده قلت لها احبك. ما تقول لي بقى وخلصني. شو باشا يوم الجمعه كازينو النهر والتفاصيل كلها بعد الاكل. دلوقتي مش بقول لك دي افكار وتكتيكات هنتصرف ازاي دلوقتي. يلا بينا استنى بس مش هشوف هنتصرف ازاي. نروح لهم نكلمهم يا اخينا بالعقل مش جاهز يكون معاهم حد. ايوه صحيح مش جاهز مثلا ابوهم يكون قاعد هنا ولا هنا انما انا مش شايف هو لازم يعني يكون قاعد معاهم. معقول برضه. طب وبعدين فين الافكار والتكتيكات؟ لقيتها. نروح لهم ونقعد معاهم ولو جه ابوهم نسلم عليه ونقول له احنا معجبين قوي زي بعض. ما هو مفيش غير كده. يلا بينا يلا. صباح الخير. صباح النور زميلي احمد. الهام اختي وانا سميره. احنا اسفين جدا اذا كنا ازعجناكم. انا واحمد كنا جايين نقعد هنا وبعدين شفناكم واحنا معجبين جدا بالاستاذ حسين قلنا لازم يكون موجود فحبينا نيجي نسلم عليه. اتفضلوا استريحوا بابا وصلنا ومشي وزمانه هيرجع ياخدنا تاني. أول مرة أجي فيها كازينو ده بينه لطيف. إيه رأيك ممكن تحب تتفرج عليه؟ يا ريت. اتفضل. حد عايز يجي؟ لا اتفضل. دكتور نجم يعني نأتي لتجربة المسرح. لك تجربة يمكن مسرحية أو مسرحيتين بس أنه ما استمرت هذه التجربة أيضا في هذه الفترة من بعد هي في الستينات. في الستينات نعم بدأت مسرحية صقر قريش رحم الله محمود تيمور المؤلف وصقر قريش أخرجها ومثله دور عبد الرحمن داخل زكي طليمات وكانت المجموعة الأولى التي قد تظهر صورتها عندك عندما توفي صديقي وزميلي رحمه الله عبد الحسين كانت تجمع كل الذين اشتركوا في هذه المسرحية. كانت المسرحية الأولى التي اشتركت فيها ثم بعدين أخرجت مسرح أخرجت بني صامت لعبد الحسين وسعد وحياة الفهد وأخرجت حكمة محكمة السلطان أيضا مسرحية أخرى وبعدها تقلصت أعمالي الفنية ما بين التمثيل والإخراج والتقديم تقلصت إلى أن أصبحت إلى الكتابة. عرفت أنه خلاص هذه التجارب يعني أو أنك تتجه للكتابة يعني لا سبيل أنا لا أستطيع أن أزعم أني من الكتاب ولكن هكذا ما أنا عليه الآن. طيب قصة الصورة مع الراحل حسين عبد الرضا الله يرحمه. لا أريد أن أتحدث عن عبد الحسين لأنه عبد الحسين كان بالنسبة لي أكثر من صديق وأكثر من أخ ربطتني به صلة عائلية حتى زوجة أم بشار كلمتني من كم يوم وكنا نبكي على التليفون. فعبد الحسين فيه قصص كثيرة ولكن حمدا لله
أن عبد الحسين كرم كما لم يكرم فنان في تاريخ المنطقة. أنا أعتبر أن التكريم لعبد الحسين هو تكريم للفن. هذا التكريم وهذه الجنازة المهيبة التي خرجت لعبد الحسين هي تريد أن تقول للناس هذا هو دور الفنان في المجتمع. وبالفعل سواء في الخليج أو في العالم العربي كرم هذا الفنان للفن بشخص عبد الحسين. أما ما يتعلق بعلاقات به الشخصية فهذه قضية تطول قد تأخذ البرنامج وما فيه. تعليقك على الصورة. الصورة أنا إحنا كنا تراهنا. هو قال لي منو يفنقش أول؟ يفنقش عندنا في الكويت زي المصريين يقول لك من فلسع، يفلسع المصريين اللي يتوفى. قلت له والله من ناحية السن إحنا تقريبا هو مواليد 40 أنا 37. قلت له أنا أكبر منك يمكن أنا أسبقك. قال تراهن؟ قلت له راهن. بس تعال إذا أنت فنقشت وأنا قبلك أو أنت قبلي منو يدفع الرهان؟ فضحكنا وانتهى الموضوع. فلما توفي رحمه الله قلت له كان بيننا اتفاق أنه إحنا يعني ما تسبقني فسبقتني وتركني الوحيد في الصورة. كان الصورة اللي موجودين كلهم جميعا إلى رحمة الله ما بقى إلا أنا وهو، فأصبحت أنا الوحيد في الصورة. فلما وضعتها لقيت تأثيرها عند الناس فكانت عليها تعليقات كثيرة. دكتور نجم، في الحوار السابق معك لم نتطرق يمكن وأنا ما أعطيتك فرصة للحديث عن حالة الفن. نعم. العربي الفن بس الفن أنا أعتقد أنا قلت لك لم تعطني فرصة أن أتكلم أو لم يكن لدينا الوقت. صحيح. عن حالة الانحطاط التي تعيشها منطقتنا. أنت تصفها بالانحطاط الفني يعني. بشكل عام على مختلف المستويات، سياسيا أدبيا فكريا اقتصاديا اجتماعيا، وتحديدا لأنه الأكثر انتشارا فنيا. ليش هذا الرأي؟ أقول لك يا سيدي، القرن الماضي اعتمد اعتمادا كبيرا في الثقافة على المستنيرين. فمعظم كتابك وقصاصك ورساميك ومخرجيك مسرحا إذاعة صحافة تلفزيون معظمهم من المستنيرين، لأن الخطاب الديني توقف عند حد محدود في النصيحة المباشرة التي لم يكن لها أي شارع. فأصبح المستنيرين هم نجيب محفوظ مستنير، حنا مينا مستنير، مثلا الموسيقيين الملحنين المغنين معظمهم يميلون إلى جانب الاستنارة في المجتمع، وكانوا معدين إعدادا صحيحا. محمد عبد الوهاب تربية أحمد شوقي يعني، وهكذا دواليك. للأسف الشديد يعني الذي وصل الآن لم يكن بالمستوى. ولماذا؟ مثلا الواقعية الاشتراكية بدأت في روسيا عقب الثورة البلشفية. طلع شكل مدرسة اسمها الواقعية الاشتراكية، ميكسيم غوركي ورواية الأم، تأثر به مثلا نجيب محفوظ، تأثر به لو أخذنا أنطوان تشيكوف وهو يعتبر أعظم من كتب القصة القصيرة. أكثر واحد تأثر به من يوسف إدريس وهو يعتبر من أئمة كتاب القصة القصيرة في العالم العربي بل والعالم، وأحيانا أراه يفوق تشيكوف يوسف إدريس. فإذا تأثروا في ما وصل إلينا من الخارج وعربوه. أنت لما تأخذ نجيب محفوظ وحنا مينا وغيرهم من الكتاب المستنيرين تجدهم متأثرين بالآداب الأخرى. مثلا نأخذ فيروز. فيروز ظاهرة عربية منبعها لبنان رائعة، وهي البقية الباقية من الفن الراقي في مجتمعاتنا الآن. كان هناك منصور الرحباني وأخوه، هذا يلحن وهذا يؤلف وهي تغني، وكانت وقف يا أسمر في إلك عندي سلام، هذه من ألحان في ليوان وهبة، نحن والأمر جيران، غنيت مكة القدس. كانت فيروز. لما توفي زوجها منصور وشقيقة رحمهم الله من تولاها؟ ولدها اللي هو اسمه زياد.
زياد الرحباني. زياد يساري، يساري بل هو يفخر أنه شيوعي، وإلى الآن يفخر الرجل، ما هذا حق من حقوقه، ما عندي إشكالية معه. ولكن مشكلة هؤلاء أنهم يريد أن يجعل الأيديولوجية تصل إلى الناس من خلال ما يؤمن هو، من خلال يعني مثلا فيروز العظيمة قنيت مكة، الطفل في المغارة وأمه مريم، عهدير البوسطة، وله عم بيأكل خس، وليه شو بش عمرته، هذه فيروز، فيروز تنتهي لماذا؟ لأنه الأخ يساري ويريد الأغنية الشعبية، الطبقة الشعبية تتواجد في أغنية عهدير البوسطة. فكانت النتيجة أنه الآن لما تسمع الأغنية وكلماتها في العالم العربي تجدها في غاية الإسفاف. بعضها يا محمد تتناول قضايا نخجل ونحن نتحدث شفاهة أن نذكرها، تؤتى في أغنية في كوبليه والناس تتغنى بها، دع عنك أحبك يا حمار وغيرها، هذه تعتبر الآن راقية بالنسبة للذي نسمعه هذه الأيام. مثل إيش؟ ما أريد أقول، عيب عيب، شيء مخجل. شوفها في اليوتيوب الأغاني التعيسة هذه، انتهت. مين عندي أنا؟ ما عندي الآن، ما عندي أحد يقدم لي قصيدة جميلة. وأنا تمنيت على الله أن أقسام الثقافة في الإذاعات، في التلفزيونات، في وزارات الثقافة يجيبون إنسان أو اثنين أو ثلاثة من المثقفين من القراء، تعال يا سيدي أنت عندك من الشعر ما قبل الإسلام إلى العصر الإسلامي إلى العصر الأموي الأول، الإسلام الأول إلى الأموي إلى العباسي إلى ما أريد أقول العصر العثماني لأنه عصر انحطاط، إلى العصور التي نحن نعيشها. هناك من الشعر الجميل، تعال يا مثقف شوف لي إيش قال عمر بن أبي ربيعة، إيش قال أبو حمدان الفرس، أبو فرس الحمداني، إيش قال إيش قال، وأجمع لي آلاف القصائد، وتعال يا مطربة أنا آتي بها، خذي غني لي هذه القصيدة، تعال يا ملحن أنا أوظفه، لا أنتظر واحد يجيني حامل شنطة وفيها كلمات رقيعة سقيعة تافهة وتطلع للناس ثاني يوم. ما في مبادرة من، ليش هي وزارة ثقافة؟ ليش هي وزارة إعلام؟ أليس المفروض فيها أن تقدم الزاد الثري للفكر الإنساني؟ فأصبحنا ننتظر هؤلاء الجهال الذين لا يفكرون أكثر أو أبعد من أرنبة أنوفهم يقدمون لنا هذا الهزال. فالأغنية أصبحت عبارة عن كلام فارغ، حتى لو حفظوها الناس ورددوها للأسف الشديد وعجبتهم. هذه الكارثة أيضا، هذه الكارثة. يعني عندما أنا لو سألتني الآن مين مطربك المفضل أقول لك صبري مدلل. صبري مدلل عمره 90 سنة، من أهل حلب، ويغني أغاني جميلة وموشحات رائعة. لما تسألني الآن إيش أسمع، الآن إيش أسمع، أسمع الكرنك والقندول وكيلوباترا وليالي الشرق لمحمد عبد الوهاب. لو تسألني أسمع أم كلثوم ولد الهدى فالكائناته، أسمع أم كلثوم الأطلال، أسمع يعني هذه أبدا. لو تسألني أسماء المطربين ما أعرفهم، يعني آخر مطرب حفظت اسمه من الجدد واحد اسمه يا ربي شو اسمه، ما نسيته، يعني ما يمكن واحد اسمه هو يغني جيد صوته حلو اسمه الحلو، هذا آخر صوته، وعلي الحجار، محمد الحلو يمكن تقصد محمد الحلو والحجار. يعني ما عاد فيه يعني هذا الهزال المستفحل. تمنيت على الأغنية الخليجية التي انتشرت وتوفرت لها عوامل النجاح. سنأتي على الأغنية الخليجية، سامحني على المقاطعة هنا، لكن لا تعتقد دكتور أنه هذا يعتبر من الحداثة في الأغنية والتغيير؟ الحداثة عندما يأتي السياب والبياتي ونازك الملائكة ويأتون إلى القصيدة القديمة المشطية التي كانت سائدة قرون ويقدمون تفعيلة جديدة، ثم تسري هذه المدرسة لتصل إلى صلاح عبد الصبور وتصل إلى عبد المعطي حجازي وإلى أدونيس وإلى أنسي الحاج وإلى الشعراء الجميلين، هذه الحداثة. أما الحداثة أن من الكرنك والقندول وكيلوباترا والأطلال إلى يا حبيبي يا هاجرني أحبك وانت داقرني، أنا أحبك كثر عيوني والناس بحبك لاموني، يا حبيبي يا غدار أحب أنا أفكر فيك ليل ونهار، هذا الكلام أقولها لك ارتجالا مستعد أقوله من الآن حتى الصباح. هالكلمات أصبحت ما ليست لها معنى. والعنب العنب، العنب العنب والحنطور والمحنطور وال إيش يعني مش عارف
يعني أقول لك مسائل تافهة جدا والناس ترددها. وإذا ركبت تاكسي في بلد عربي أول شيء يفتح لك هذا الراديو وتسمع هذا الهزال، يعني هو يريد يونسك. لا للأسف الشديد يعني أنت لا تسميه حداثة. هل الحداثة شيء؟ هل فرض الملحن أو الكاتب ثقافته على المستمع، على الانعكاس، الانحطاط في الرأي الاجتماعي والسياسي والثقافي هو الذي فرض وجوده. ناهيك عن مناهج التعليم في بلادنا خرجت لنا جحافل من الجهال والأميين، والله أنا أتصور لو أن البعض من أبنائنا لم يدخلوا المدرسة لكانوا أكثر علما من الذين دخلوا إلى المدارس من كثر الجهل الذي شوشب في أذهانهم. للأسف مناهج التعليم من أيام العصر العثماني كما هي للأسف الشديد. أنا أسأل شابة في العشرين، شابة في العشرين، أهلا يا بنيتي تعالي، وأهلها موجودة وأبوها موجود، قولي لي الخلفاء الراشدين بشكل، تقول لي خالد بن الوليد، أقول لها الخلفاء الراشدين بشكل منطقي واحد بعد الآخر، ما نعرفش، 20 سنة لا يعرفون الخلفاء الراشدين، وين مناهج التعليم؟ هل تعتقد ما يناسب المرحلة السابقة يناسب هذه المرحلة اليوم، سواء في أقول لك الإشكالية أين تقع محمد؟ عندما تأتي الأنظمة بانقلابات مختلفة تلغي السابق وتستحدث الجديد. يعني مثلا فترة المرحلة انقلاب المصري بعد 52 ألغى ما كان سائدا من قبله وعمل نظام جديد، وكذلك العراق بعد 14 تموز لما جاءت ثورة العسكرية في العراق ألغت ما قبلها، وهكذا تجد هذه التغييرات على كثرة الانقلابات توجد مناهج جديدة. فلم يكن هناك ثوابت، ما عاد عندنا ثوابت. احنا مثقفين الآن لما تبحث عنهم تجد يعني جورج طرابيشي الله يرحمه مات من سنة، ما عندك غير كم واحد يعدون على الأصابع، مثقفين تستطيع تقول مثقف يعدون على الأصابع، ما عاد عندنا مثقفين، ما عاد عندنا إنسان تستطيع أن تقرأ له وتشعر أنه يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي الضمير. اقرأ الصحف اليومية، الزوايا اليومية كلها نفس الحكي. قل لي عليك، بالله عليك، من الصعب علي الآن أقول ودخل علي محمد الخميس لكي يجري لقاء لبرنامج وينك، ولما كنا قد تحاورنا وجدت أن الحوار ذو جدوى وبالتالي كان الحوار نافعا وهذا البرنامج سوف يذاع بعد أيام. صعب علي أن أقول هذا وأسويها مقالة. هؤلاء المساكين لا يستنبطون، لا يفكرون، لا يحاول الواحد منهم أن ينحت الصخر لكي يعمل شيء جديد، هو فقط يجتر. وهكذا تجد الزوايا اليومية وتجد البرامج. سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم، تحييكم في برنامجكم. برنامجكم من قال برنامجكم؟ أنت فارض علي تقول لي هذا برنامجكم. وبالتالي نتحدث اليوم عن قضية في منتهى الحيوية وهي علاقة الرجل بالمرأة. شلحتي هذا. وهكذا تجد الإذاعات والتلفزيونات. طيب. ما عاد عندنا شيء جديد. طيب جميل دكتور، خلينا قبل لا ننتقل عن الأغنية الخليجية وسؤال حول الأغنية الخليجية أطلب منك، أنا أعرف أنه أنت ترفض الغناء ولك محاولات أو تغني. جرت محاولات كثيرة أن أغني في برامج كنت أتحفظ خشية. عندنا مثل يقول عطل الخباز خبزك لو باق نصة. أنا أخشى ما أخشى أن لا أقتحم عالم ليس عالمي. لا إحنا نبغاها بطريقة نجم عبد الكريم. نجم يعني أنا قلت لك أنا محب للطرب الأصيل. أنا محب للطرب الأصيل. لكن أنا حسألك سؤال، أنا حفظت أغنية سعودية من سنة 50 أو 52، أنت مواليد سنة كم؟ 78. لكن قبل هذه لا، خلينا في جايينها في الحديث عن الأغنية السعودية، بس نبغى نسمع لأم كلثوم. أم كلثوم؟ أم كلثوم. لا حول ولا قوة، أم كلثوم مشكلة أخي. على طريقة أنا بمناسبة أم كلثوم شد ما أجد نفسي في حالة من الضيق من الذين يغنون أم كلثوم ويحاول أن يكون أحسن من أم كلثوم، نساء ورجال الفنانين إلا واحدة أنا أعشقها عندما تغني أم كلثوم اللي هي أمل ماهر. حقيقة تؤدي أم كلثوم أداء جميلا، بل أحيانا تتفوق. لماذا؟ لحداثة الصوت، للسن، أطرب لأمال ماهر وهي تقول أم كلثوم تتفوق على أم كلثوم.
بعض الفقرات لا يمكن حد يتفوق على كل في مجال اختصاصها، لكن هذه البنوتة أحيانا عندها من الحس ما يجعلها يعني تبدع في أم كلثوم، حتى لا أقول تتفوق. أما أنا بالنسبة لأم كلثوم أعرف الكثير من أغاني، لكن أنا تطربني الأطلال، رحم الله إبراهيم ناجي. هقول لك كوبلي صغير وأرجو من السادة المشاهدين أن يعذرونني. ومن الشوق رسول بيننا، ونديم قدم الكاس لنا، ومن الشوق رسول بيننا بيننا، ونديم قدم الكاس لنا، هل رأى الحب سكر؟ بس عاد خلاص. أرجو ما أكون أزعجك. لا جميل جدا، تمنيت أن أكثر، وأنا أعرف أنه هذه أول مرة تغني في برنامج. إلا أنا ما أخاف الحين تشوف شكدر راح تجيني انتقادات، هذا اللي يتكلم عن ريني ديكارت ويتكلم عن جان جاك روسو يقعد يغني، ما هو الناس أيضا لها. وأنا لا جميل، هذه مسألة بيني وبين أصحابي وأصدقائي وجلساتنا الخاصة، ولكن أني أظهرها على برنامج وينك هذه بناء على رغبتك. جميل، رغبتي ورغبة كثير من اللي يحبونك ويشوفون نجم عبد الكريم. دكتور، لو سألتك عن الأغنية الخليجية من الستينات إلى لا من الخمسينات، أنا أقول لك أنت مواطن سعودي ومولود في الثمانينات، أنا من الخمسينات حفظت أغنية سعودية يمكن كثير من الشعب السعودي ما يعرفها. بالمناسبة أنا عندي صداقة متينة مع غازي علي، واحد من كبار الملحنين والمفكرين الموسيقيين، تربطني ومحمد عبده أيضا تربطني فيه صداقة، وعلمت أنك أنت مسجل له أشياء ربما تظهر في رمضان. يصفك بالمثقف دائما محمد. يصفك دائما، ما يسميني نجم، دائما لما يقدمني يقول المثقف. يعني تربطني به صلة طيبة، حبيب هو إنسان. المهم الأغنية هذه ما دمت قد غنيت خلاص أنت قصصت شريط التحفظات. المطرب اسمه محمد الحلواني أو محمود الحلواني، محمد الحلواني أعتقد، والأغنية ربما تكون حجازية جميلة ولطيفة وظريفة، يعني هي لا ما فيها الكلمات الإبداعية، لكن قياسا لذلك الزمن فهو يقول أسمر سمير الروح وزعلك مني، لا تسيبني وتروح، وقف وعاتبني، خلي هوانا يدوم، لا تبتعد عني، لا تنسى يا فتان إنك مواعدني، أسألك أنا بالله وقف ولا تزعل، سيدي الزعل ممنوع، والله الزعل ممنوع، لا تنسى يا جافي يا حلو يا فتان، أصل العوازل كده بيفرقوا الخلان، هيا وصالحني قرب وصافحني، أسألك أنا بالله وقف ولا تزعل، سيدي الزعل ممنوع. هذه بالخمسينات والستينات. حلواني اسمه غير معروف يمكن كثيرا، لا عند القدامى الحين الشياب اللي سمعوا هذه جماعتك ما فوق السبعين حيتذكرونها. جميلة جدا هذه الأغنية. جميلة هذه الأغنية. أعود أنا أقول الأغنية الخليجية بسبب الوفرة الاقتصادية وبسبب وفرة المطربين والأصوات الجميلة، يعني أنا بعتبر الجسم الآن واحد من الأصوات الجميلة، من الأصوات التي تعتبر من الصفوف المتقدمة، ناهيك عن محمد عبده، ناهيك عن رويشد. رويشد أنا لما أسمع الأغنية هذا اللي يقول أنا مو والهان أنا كتلة، أحس إنها نابعة من قلبه. ففي أغاني جميلة تمنيت أن لا ينحدر هذا النمط من الغناء إلى المستوى الذي نراهم عليه الآن. هم صاروا يتسابقون على الفتيات أن يغنون أغنية خليجية والقعدات الصفقة هذه ويقولون أي شيء من الهزال. وللأسف الشديد أنا ضد هذه الأغاني، الجلسات التي وطريقة الرقص، أنصار الرقي رقص الرجال. لا يعني يا أبو فهد مني غدا شوق وإله كلمات بوريسلي
وألحان عبد العزيز البصري، وغناها عوض دوخي، وغناها أظن محمد عبدو. هذه من الفولكلور وسامرية جميلة لما تقدم بحفلة من هذا القبيل، ينتقى هذا النوع من الغناء. ولكن أن تقدم أشياء كلماتها لا تأخذني هزيلة، يعني أشياء كثير للأسف الشديد انحدرت في السنوات الأخيرة. وإلا الأصوات الخليجية الرجالية تحديدا جميلة جدا، جميلة جدا، وقادرة أن تتطور في الأغنية. إنما للأسف الشديد ظلت متقوقعة داخل الكلمات الشعبية، لم ترتقي إلى مستوى الفصحى. تمنيت عليهم أن يعني في السنة المطرب يضع خطة عمل 3-4 أغنيات عامية باللهجة العامية الراقية، وأغنية فصحى. أغنية فصحى ليس بالضرورة يألفها واحد ثاني. لقد رأيتك واهتز قلبي فؤادي يا حبيبي أين تلك الأمجاد من هذا الحكي. لا، أروح للعصر العباسي، أروح للعصر الأموي وأشوف هالشعر الجميل وأخذ قصيدة وأغنيها. ليه ما يتم هذا؟ حتى شعرائنا، يعني المنقبة الوحيدة التي سجلها لكاظم الساهر أنه أخذ لنزار قباني: إني خيرتك فاختاري، ما بين الموت على صدري أو بين دفاتر أشعاري، لا توجد منطقة وسطى بين ما بين الجنة والنار. يعني هذا له منقبة، علما إن أنا أريد أن أوجه اتهام لكاظم الساهر أنه لم يعد يغني غناء عراقيا. آخر أغنية عراقية غناها عبر طشت على مودك وحطيتك على رأسي، وبعدها انتهج نهج آخر يقال عراقي لكنه مش العراقي اللي أنا أشم رائحته عند المهندس مثلا. مهندس تحس بالعراق في صوته، لكن كاظم لا، تحس بالعرب. هل هي منقبة؟ لا، لكن أقول أسجل له أنه استطاع أن يأخذ من نزار أو غير نزار حتى لكريم العراقي ويقدم اللغة العربية الفصحى، وجعل الناس تغنيها. يعني الفصحى ليست بالصعوبة بمكان، جعل الناس تغنيها. للأسف الشديد أنت يعني اختفت قصيدة أو أغنية القصيدة المغنى. القصيدة متراجعة لأنها أقلية، هناك من يخشاها، يخشى الفتحة والضمة والكسرة. لأن في أروي لي قصة، مرة جتنا فرقة من البحرين ومحمد زويد الله يرحمه، وكان عزمه عوض دوخي على يغني، وأنا كنت في الكنترول، أنا كنت رئيس الإذاعة الشعبية. فبدأ: على دمع عيني من فراقك. فقلت: ستوب يا أبو فهمي أخ عوض، على دمع عيني من فراقك، لأنه على دمع هذا على دمعي حرف جر، من فراقك ما تصير، من فراقك. فالله يخليك. كان يقول: يا نيم، أنا أحسن من ضاحي بن وليد ولا أحسن من هالمطربين اللي غنوها؟ أنا بقولها مثل ما قالوها هم. أقول له: خطأ في اللغة. قال: ما علي منك ومع لغتك. يلا، وطلعت على دمع عيني من فراقك. شادي الخليج. لا، وبالمناسبة وهو يغني وأحس إن أنا زعلان، عندنا قبل لما الصوت يطلع كان يقول: عاش نايم عبد الكريم، طلعت في الأغنية. عناد فيك. لا، عشان يعني يرضيني. طيب، شادي الخليج، أعرف إنك تحب شادي الخليج. هذا من أصدقائي الجميلين، كنا في القاهرة وأنا أحبه حبا خاصا. وشادي ارتقى ليس في الأغنية الكويتية، في الأغنية الخليجية. الفضل له يعود في كل ما يجري من تطور في الأغنية الخليجية، وكان مسلحا بأسلحة يعني ثرية، مسلح بحمد الرجيب كملحن، ومسلحا بأحمد باقر كملحن، ومسلحا بأحمد العدواني ككاتب كشاعر، ومسلحا بالعتيبي عبد الله العتيبي كشاعر. هذا وكان ينطلق. ومن هنا لما تجد أغانيه الجميلة: لي خليل حسين يعجب الناظرين، هولو. لما تسمع أغانيه، لما تسمع حتى أغنية الشاعر الكبير فهد العسكر: كف الملام وعلليني، فالشك أودى باليقين، تحس أنه كان ينتقي. تمنيت على الجيل الذي جاء من بعد شادي الخليج أن يحذو هذا المنحة. نعم. محمد عبدو، الأغاني القصائد، قصائد محمد عبدو رجل الحقيقة هو في مثل يقال باللغة العربية، هو أجنبي ترجم: الوقوف فوق القمة أصعب من الوصول إليها. يعني هذا الرجل وقف على القمة وبقي واقفا عليها.
لم ينحدر، في حين أن غير قد انحدروا كثيرين مطربين ومطربات، ظل محافظا. فالوقوف فوق القمة أصعب من الوصول إليها. لما بدأ في الستينات وخاصة الأغنية الشهيرة التي أكثر أغنية أذيعت اللي هي إبعاد، وهي بالمناسبة للمرحوم فايق عبد الجليل، وألحان تعرف الملحن الكويتي يوسف المهنة. يوسف المهنة الله يعطيه طول العمر، أيضا من أصدقائي. تصور شوف السن يخليني أنسى أصدقائي. فهذه منها أو اللي قبلها، أو مثل ترى في الجو غيم أيضا لفايق عبد الجليل، ظل محافظا على هذه القمة ويتطور. والأجمل من هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل من صوته هو هو، إن لم يكن يزداد كلما كبر في السن تزداد حلاوة صوته. فمحمد عبده الله يعطيه طول العمر واحد من المطربين القليلة بحقه مطرب العرب. دكتور نجم عبد الكريم، نأتي لتجربتك في الدبلاج. الدبلاج لا تقول لي أعمل أصوات لأنه البرد مأثر على طبقة صوتي. لا احنا جنب النار والضوء فالجو زين يسمح لا لك. لا لا لأنه ايه. أنت كنت من كم يوم تسجل لزوجة فايق الحكيم، صحيح، اللي هو كان مخرج الدكتور عرفان اللي هي الرجل الحديدي ايه. وتمنيت لو أنك سألته ايه. لا يعني لا هذه تجربتي الأولى، ومن قبلها اشتركت في تجارب أخرى. هو أنا كان عندي صوت طيع كما أشرت إليك في الحلقة القادمة، أقلد أصوات مختلفة ولهجات مختلفة. فكانوا الذين يعملون دبلاج يجدون في مربح، لأننا أعمل 60 صوت 70 صوت، إذا صار عندهم مشكلة وأنا قاعد نجم عايزين صوت امرأة مسنة، شنو النص؟ هي تسأل واحد ماذا تريد؟ تريد يا ابو نجم. بعد شوي يتصلون نجم في واحد عفريت يريد يتكلم مع الناس، ها ما الذي تريدون ايها، وهكذا تجدني بصوت. فاختار عرفان. عرفان لا دكتور وعالم، ماذا فعلتم بهم؟ اذا اذهبوا الى هناك لكيته، وهكذا تجدني اتلون في الموجات الصوتية المختلفة. الآن أنا رجل سبعيني، هذا أكلمك لما كنت في منتصف العمر، فما عادت حنجرتي مطواعة. ما تشوف أنا سير ساعة أتكلم معك أتلكأ وغير قادر على الحوار، وبالتالي ستكون حلقتك فاشلة. لا بالعكس، من أجمل الحلقات. أنا عارف تقول الكلام عشان ما تكمل. طيب دكتور، أسألك يمكن عن تجربة برنامج من سيربح المليون. نعم. وكان لك يعني في هذا البرنامج دور في البداية، وكنت يمكن حتى يعني أنا الشيخ قدم البرنامج بس ما صار. كان يفترض أن أنا أقدم البرنامج لما أرسلت إلي الأشرطة وشاهدت الفرنسي والألماني، وهيأت نفسي ونزلت وزني الذي كان زائدا وتهيأت تماما. ثم كتبت، قيل لي يجب أن تكتب الأسئلة، كتبت 1000 سؤال اللي هي المقدمة اللي هي الاجتذاب والوسط والأسئلة الصعبة التي في النهاية، وكنت تماما تماما مهيئا. وكان هذا بالنسبة لي يعني أحد الطموحات التي كنت أتمنى أن أوديها بعد أن شاهدت النجاح المنقطع النظير الذي وجده في العالم. للأسف فوجئت أن قالوا لي أن السبونسرشيب أو الممول للبرنامج أو الشركة الممولة قالت مين نجم عبد الكريم؟ أنت شخصية غير معروفة، وبالتالي نحن نريد نجم كبير أن يقدمه. في حين أنا لم أكن ناكرة، كنت أقدم في نفس التلفزيون بعض البرامج من حين لآخر، قدم برنامج قراءات، كنت أقدم شيكسبير وقدم ابن خلدون وقدم في نفس المحطة، ولكن مع ذلك استسلمنا لهذا الرأي بحجة أنهم سيأتون بعمر الشريف أو الفخراني. عمر الشريف لغة العربية لم تكن، ورجل مشغول وأفلام عالمية. الفخراني كانت اللهجة المصرية هي المسيطرة، فما وجدوا أحد. أخذوا يبحثون 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 إلى أن وقع الاختيار على صديقنا جورج قرداحي. قرداحي واستمر، وكنت أنا أكتب الأسئلة تكتب. إلى فترة من الزمن، إلى أن انتقل إلى بيروت فدخلوا ناس آخرين، إحنا نكتب العلميات وانت تكتب التاريخيات وإحنا نكتب الخليجيات، إلى أن انتهى وهذا دوري فيه، وقيل الكثير في هذا الموضوع. دكتور نجم، أمضيت ما يقارب النصف قرن في خدمة في حقول الثقافة في الأدب في الفن. نعم. هل تشعر أنك قدمت كل ما لديك؟ لا للأسف،
لم أشعر أنني قدمت شيء يعني ما أطمح إليه، ولكنني كنت مجتهدا. لكن حدود الاجتهاد هنا تكون نسبية، لأنه دائما حتى عند العرب مثلا يقول لك وليس كل مجتهد مصيبه، فقد أصيب وقد أخيب. لكن أنا ماشي في الساحة إلى الآن أكتب، سواء في الجرائد أو في الوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والحمد لله مؤدي دوري. يعني حضورك في تويتر اليوم، لم أشعر أني حققت نجاحا يشار إليه بالبنان رغم كل هذه التجربة. هذا تصوري أنا. نعم. ما هو النجاح الذي يعني برأيك؟ النجاح الحقيقي بالإنجليزي عندهم self satisfaction، أكون راضي عن نفسي. أنا لست راضي عن نفسي. السبب؟ إحساسي أنني مقصر فيما أقدم، مقصر في حياتي، مقصر دائما ظاهرة. ليس القصور المخجل، القصور في السعي لما أريد أن أحقق. أتمنى أنه هذا الحوار كان جميلا، ولو فيه يمكن كان لا أنا أقول لك قصة. يعني أتمنى على الله أن الذين سيشاهدون وينك وهذه الحلقة، أنا وأسرتي وكذا، أن يستقبلوها الاستقبال الذي نحن عليه، من صدق، من طيب نوايا، من تقديم ما لدينا من معطى في مخزوننا، في الذكريات، فيما قلنا. أتمنى أن يؤخذ بجانبه، وإذا كان هناك جانب نقدي تقويمي على الرحب والسعة به، ويا مرحبا به. لماذا أقول هذا أخ محمد؟ لأني للأسف الشديد شهدت التعليقات في السنة الماضية، وجدت أن بعضهم كما قلت لك جانبه الصواب، وشوية ضميره كان في إجازة، وتطاول علي وعلى عائلتي بما لا يليق. هذا كل ما أريد أن أقوله. هذا في جانب، يمكن يعني بعض وليس الكل، لكن لا الجانب الآخر، جوانب كثيرة. حبابين، أسألك عن سبب حب الناس لك، هذا الحب وهذا الإعجاب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. رغم أن أنا يعني حذرت أن أقول لك هذه الكلمة حتى لا يزيدون، لأنه الإنسان الذي حظ من الثقافة محدود قد يعني يعتبرها حالة استفزازية فيروح راد. لكن مع ذلك ما أستشعره في الداخل إني أقولها بصدق، وهو وضميره كائنا من كان. لكن أنا سعيد بهذا الحوار، إذا كنت أنت راضي عنه، أنا راضي. وبالتالي السادة الذين سيشاهدون، ولا أدري إذا كان سيطلبون حلقة ثالثة أو لا. إن شاء الله، بالعكس الحديث معك لا يمل. واسمح لي أختم بسؤال وقصة شهيرة لك مع الشاعر الكبير عزيز أباظة رحمه الله. عزيز أباظة جئته بعمل كان قد شارك فيه الشاعر محمد عبد الوهاب محمد، اللي صاحب حب إيه اللي انتقيت إليه وأنساك وكذا، هو كان أيضا من الذين شاركوني في هذا العمل، اللي هو أردنا أن نأتي بالشعر العربي القديم لما له من صعوبة، ونجعله أقرب ما يكون إلى المتداول الإنساني القريب. فشفنا دواوين كثيرة، ووقع الاختيار على قيس وليلى. قيس وليلى عملها أحمد شوقي. ليلى، من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟ ما كنت يعم فيهم، أين كنت إذن في الدار حتى خلت من دارنا النار؟ ليلى، انتظر قيس، ما وراء أبي؟ هذا ابن عمك، ما ببيته النار؟ قيس ابن عمي عندنا، يا مرحبا يا مرحبا، متعتي ليلى. قصيدة طويلة. المهم نحن أردنا أن نجعل من هذه القصيدة تصل إلى الناس بش. فالمصريين عندهم مثل يقول يميت ندامة على اللي حب ولا طلشي. فإحنا شو نقول؟ يميت سلامة على اللي حب ولا طلشي، أبدع لنا شعر هاي العمر ما تقلشي، اتغنى به الزمن وتنقلوه الناس، وقالوا عنه أنه صاحبه في منتهى الإحساس، ولولا أنه ما طلش في قصته الهيلة كان زي غيره اندثر في الدنيا دي الزيلة، ولا كان شي مخلوق سمع عن قيس وعن ليلى. الأولى قيس وليلى كانوا أهل سلام، عرب من البادية، ديانتهم الإسلام، وتربى من صغرهم يرعوا سوى الأغنام، وشبوا لقي الهوى بين القلوب مشبوب، عن قرب إك منهم كانوا ولاد عمام. ولما زاد الهوى وما عادش من الأسرار، قيس خلى ليلى بقت تشبه عالم على نار، من كتر ما قال لها وتغنى باستمرار، وكبروا الناس الحكاية وزودوا الأشعار. وأبو ليلى كان من قبيلة ليها عادتها، اعتبروا قصة غرام قيس ويا ليلى عار. قيس كان بيخلق حجج ويروح لليلى الدار، قيس كان بيخلق حجج ويروح لليلى الدار، يشكلها وجده ويحكي حبه وقد ايه محتار، هو لما مره انظبط الجاي يطلب نار. ابو ليلى مسكه قال كنت تيجي نهار، نار يا ابن اخويا اللي انت طالبها،
لا يا قيس، ده انت أصرك قصدك تحرق علي الدار. أجئت تطلب نارا أم تراجئت تشعل بالبيت نارا؟ هذا البيت هو. قيس انحرق من الكلام ده اللي قصاد ليلى، وتاني يوم التقوا الناس بتتحدى وجابوا فتوى تحل الذبح وذبح الشاة. أم هج راح الخلا قاصد بلاد الله، مشي مشي ما وقف غير لما تعبوا رماه، وهو في رميته عمال يقول ليلى ويقولها صوت الصدى بين الجبال وياه. ولما فالتقوا روحه ما بين جبلين قعد يقول يا ترى أنا فين وليلى فين، وطاف بكل المكان يدوب بلمحة عين. أم بص خلفه التقوا صاحبه زياد حرسه، اتخض منه وقال له أنت جيتني منين؟ فضل زياد كل يوم ينزل يجيب له الزاد، وقيس لا ياكل ولا يشرب من الزواد، نهاره حزن وأسى ومساه ضنا وسهاد. واسم ليلى ما بيقولش خلافه كلام، حتى الوحوش في الجبل ما بقتش منه تنام، صعب عليهم بقوا أصحابه على الأيام، وينزلوا يحرسوه إن غاب صديقه زياد. كان قيس كان شوف الغزالة يقول لها عنيكي تشبه عيون روحي ليلى، إنما أديكي هي لا مش زيها ولا برضو رجليكي، أحلى ما فيكي بشوفه بالخيال ليلى، الخفة والرقة والهالة اللي حواليك. أختم بهذين البيتين ويطل جوه الفضة ويقول أدي خيامها ودي ليلى هيه بلونها وقوامها. اسمع كده يا زياد مش برضو ده كلامها، ويمد إيده في الهوا ويقول لها أهلا، ويهز إيد اللي فاضية يرد لسلامها. اسمع هذا البيت الجميل اللي أختم لك به، ويبات ناجي القمر ويقول له يا منور إن كنت طالع هلال أو كنت متدور، بلمح جمال وجه ليلى عليك بيتصور، ما هي ليلى أصل القمر أما أنت متزور. الله، هذا كله كلامك طبعا. هذا أي حاجة. أي. أي. ليش اخترت اللهجة المصرية؟ اللهجة المصرية هي الأكثر اقترابا إلى الناس بحكم الإعلام والسينما والصحافة والإذاعة والتلفزيون. بقية اللهجات الأخرى فيها صعوبة، وأنت الآن ما دام الشيء بشيء يذكر ذكرتني في فترة جرت مباحثات ثلاثية بين العراق وسوريا ومصر لإعادة الوحدة، فكانت البرامج تقدم على أساس الإعلام يقال لهم إحنا عندنا مباحثات ثلاثية ركزوا على هذا الموضوع. فكان برنامج يقدم واحد اسمه طاهر أبو زيد اسمه جرب حظك، قال لك سيداتي وسادتي ما فيش فرق بين سوريا والعراق ومصر، ده احنا تاريخنا واحد وأمتنا واحدة ودولتنا واحدة، والمباحثات الثلاثية إن شاء الله حتسفر عن نتيجة طيبة. دلوقتي معانا الطالبة العراقية، تفضل يا مدموزيل اسم حضرتك إيه؟ قالت لنبيلة الزبيدي. قال لها مدموزيل نبيلة إيه الفرق بين اللهجة العراقية واللهجة المصرية؟ قالت لعيني وماكو فرق لكن طريقة النطق شوية تختلف. قال لها حس كده بقى قولنا جم ثلاث رجالة باللهجة العراقية، جم ثلاث رجالة وقعدوا على الترابيزة وقربوا من الترابيزة وأكلوا رز وصلصة بالمعلقة. قالت لها بسيطة عيني، جو ثلاث رياجيل وقعدوا عس كمليات ودنا ويم الميز وأكلوا وتمنوا مرق بالخاشوقة. قال مش قلتلكم إنه ما فيش فرق؟ حوار لا يمل دكتور، ويعني شكرا جزيلا لك. أي إضافة أخيرة؟ أنا الموقف الأخير أنا فقط أريد أن أشكر السادة الذي احتملونا طيلة هذا الوقت، وأشكرك لعودة الضياء أن تستضيفني مرة أخرى، وكثر الله ألف ألف خيرك، وأتمنى لكم التوفيق والتطور، وأتمنى على الله ما يجري من إصلاحات في وطننا العربي أن يعم الوطن كله، بإذن الله. الوطن العربي كله إن شاء الله بإذن الله يا رب. دكتور نجم عبد الكريم شكرا جزيلا لك، وأنا بدوري أشكرك.